بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 146. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن أحكام النكاح وآثاره، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانا رحبا، يفصلون فيه أحكامه ويوضحون فيه مقاصده وآثاره، لأن النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما ذكر سبحانه وتعالى النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الزواج ورغبهم فيه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنكاح يترتب عليه مصالح عظيمة، منها بقاء النسل البشري، ومنها تكثير عدد المسلمين وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه والقائمين بعبادته. ومن مصالح الزواج إعفاف الفروج وإحصانها وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية. ومن مصالح الزواج قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن مصالح الزواج حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة النفسية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومن مصالح الزواج حماية المجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضي على الفضيلة. ومن مصالح الزواج حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض، وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق والتعاون على البر والتقوى. ومن مصالح الزواج الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر في حدود ما أباح الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله. وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤولية النكاح.
قد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والباءة قيل هي الجماع، وقيل هي مؤن النكاح، ولا تنافي بين القولين، لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر، أي أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبيات. وقوله صلى الله عليه وسلم وأحصن للفرج، أي أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة. يبين صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ النبوية الكريمة فوائد النكاح ترغيبا فيه وحثا عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع، أي لا يقدر على النكاح ومؤنه، فعليه بالصوم، أي فليتخذ الصوم علاجا بديلا، فإنه له وجاء، أي يدفع الشهوة ويجنبه خطرها، كما يقطعها الوجاء وهو الاختصاء، لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة، ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر صلى الله عليه وسلم بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأحد أمرين مرتبين: الأمر الأول الزواج عند القدرة عليه، والثاني الصيام لمن لم يقدر على الزواج. مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر، وهذا كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أخي المستمع الكريم، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في هذا الموضوع، والله نسأل أن يوفق ويعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.